الله بالخير لكل من يتابع الشرقية وبرنامج أهل المدينة. يوم جديد، مشوار جديد، وأكيد مواضيع جديدة تخص المدينة وأهل المدينة. كالمعتاد البداية ستكون مع رأفت ومجموعة من العناوين والأخبار. مرحبا رأفت. مرحبا أزل، تحية طيبة لكل متابعي قناة الشرقية وحلقة جديدة من برنامج أهل المدينة. راح نتابع بها مواضيع تخص المدينة وأهل المدينة، والبداية من العناوين. جفاف ونقص كهرباء، صيف قاس ينتظر العراقيين. تلميذات يشكين سحب دفاترهن قبل انتهاء الامتحان. من يضمن حقوق العامل في العراق؟ الله بالخير رأفت. الله بالخير أزل. كنا قبل البرنامج نحكي عن تاريخ اليوم. إيش قد تاريخ اليوم؟ 94/5. الكل على مواقع التواصل الاجتماعي، أنا شفت عبالي بس أنا أشوف شهر الخامس بات طويلا صح. وإذا بكل الناس خاصة الموظفين، لأنه الراتب الشهر الماضي انطوه من وقت على مود العيد، فالناس صار هسه حاليا جفاف مادي، فالكل يشعر ان شهر الخمسة صار طويلا فعلا. فكاتبين أربعة بدل ما يقولون 24 اليوم 94. ان شاء الله تعدي هذه الايام على خير. هذا دليل على انه الرواتب هي قليله لا تتناسب مع المستوى المعيشي للفرد العراقي، وبالتالي انه جفاف مالي وجفاف ونقص بالكهرباء بالعراق وجفاف مياه وجفاف الوضع الاقتصادي، الموازنه جفت، بالتالي انه الكل ينتظر هذه الموازنه تقر حتى انه تحل الكثير من القضايا العالقه اللي ينتظرها المواطن العراقي والموظف العراقي، وايضا المتظاهر العراقي اللي طالب بحقوقه منذ سنوات ولحد هذه اللحظه، والتاجيل كله بسبب انه قرار الموازنه قرار الموازنه قرار الموازنه، والموازنه لحد الان ما اقرت ولا اعتقد راح تقر، لانه احنا متوقعيها في كل بدايه سنه تصير جرجره بموضوع الموازنه، وتعبر شهر السادس عسن تجي وتصير حالها حال اخواتها الراحه 2014 2015 و2019 و20 والعام والسنه، هاي كلهن ما موجودات. مخش بدايه والله، بس على العموم احنا نتمنى ان يكون هناك تغييرات فعلا جذريه. نتامل انه النصف الاول من 23 انتهى بكل مشاكله، عسى ولعل مع 1/6 احنا ندخل يعني وضع جديد بلكته الله. يعني احنا شو نسوي؟ احنا كل شهر نقول هالشهر افضل، كل سنه نقول هالسنه افضل. تفاؤل. نتامل بالضبط، نتفائلوا بالخير تجدوه. زين، خلينا نبدا احنا من التلميحات للجنة الكهرباء والطاقة النيابية. اليوم أكدت لكن تلميحات من وزارة الكهرباء أنه الإنتاج المتوقع للمنظومة الوطنية خلال الصيف المقبل لا يسد الحاجة الفعلية للبلاد. أنا ما أعتقد أن الخبر جديد، الكل يعرف أن كل سنة إحنا عندنا نواجه هناك مشكلة بل مشاكل كبيرة في المنظومة الكهربائية، نشوف ما أن ترتفع درجة الحرارة حتى نجد أنه الكثير من المحطات الكهربائية تخرج عن العمل أو السيطرة، و نشوف انه تاخذ لها ايام لاعادتها مره اخرى للنهوض بها يعني حتى ترجع لوضعها الطبيعي. وتيجي تعرفون بعض المحافظات الجنوبيه وعلى راسها البصره، الرياح الشرقيه ما تسمى الشرج والرطوبه، ايضا نشهد انخفاض كبير في انتاج الطاقه الكهربائيه او انقطاعها لايام حتى لو هي لساعات. هي طبعا كارثة كبرى تحدث في بعض المحافظات الجنوبية اللي توصل بها درجة الحرارة إلى أكثر من 50 درجة مئوية. فعلا مو بس هاي أزل، حتى بعض المشاريع الخدمية في أغلب المحافظات العراقية أنه ما توصلها كهرباء. يعني مثلا اليوم أيضا في حلقة اليوم راح نتحدث بموضوع مهم في قضاء القاسم وبعض المناطق اللي موجودة في بابل عن انه خروج محطتين لتصفيه المياه بالضبط. انه خرجت عن الخدمه، ليش؟ صح. لانه الكهرباء ما توصل لها، وبالتالي انه اكو شح مياه اضافي. فالمشكله مشكلتين صارت، احنا موضوعنا موضوع الكهرباء يعني وابسطها، وايضا راح نتحدث في الدقائق القادمه على وضعيه المدارس اللي هي ما بها كهرباء، واحنا بالضبط. في فصل الصيف وامتحانات لسادس ابتدائي، امتحانات بكالوريا، والمفروض انه الطالب تكون له اجواء مهيئه بشكل جيد حتى يقدر يجاوب، حتى يقدر انه يفكر، حتى يقدر يسترجع اللي درسه بالايام الماضيه ويتركها
بالدفتر وتكون إجاباته صحيحة، لكن للأسف أنه احنا وضعنا بالعراق كله مرتبط بالكهرباء والكهرباء هي ما موجودة. تصريح قديم أو قبل أيام أو خلينا نقول أنه قبل بداية موسم الصيف قالوا أنه هذا الموسم موسم الصيف في العراق راح يكون أكثر إنتاج الكهرباء وأكثر توزيعا، والتوزيع راح يكون عادل في كل المحافظات العراقية، لكن لا شفنا التوزيع ولا شفنا الإنتاج ولا شفنا هذه الموازنات العملاقة اللي خصصت لوزارة الكهرباء، ولحد هذه اللحظة وزارة الكهرباء غير قادرة على تجهيز المحافظات العراقية وتجهيز المواطن العراقي بساعات كهرباء تيار وطني، وبالتالي حتى يترك اعتماده على المولدات الأهلية وثقل المولدات الأهلية، وفعلا هي معاناة كبيرة جدا، لأنه أبو المولد لازم يزيد الأجور ويرفع سعر الأمبير كون أنه مادة الغاز غير متوفرة ويشتريها سوق سوداء. المواطن الفقير الكاسب اللي هو ما عنده مضطر أنه يقطع المولدة ويقول له أنه أنا ما أقدر أنطي هالقد مبالغ حتى أنه توفر لي كم أمبير لبيتي ولأطفالي. فأغلب العوائل أو البعض من العوائل في المحافظات العراقية هم ما عندهم كهرباء ولا وطني ولا حتى مولد بسبب ضعف الحال ورفع وارتفاع الأسعار خاصة بأسعار الأمبيرات. صح. طيب حتى نعرف تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع، الأكيد هو مقلق لكل، يعني سابقا ما كان أكو هناك خلينا نقول خبر مثل هكذا، خبر إحنا نعيش الصيف يعني كتحصيل حاصل ونعيش الواقع أو نصدم بالواقع، لكن أن يكون هناك تلميحات أو أخبار أو إعلان لهذا الموضوع فمعناته أنه فعلا إحنا أمام خبر، يعني أكيد راح يكون معناته أكو شيء مختلف هذه السنة وسلبي وليس إيجابي. حتى نعرف تفاصيل أكثر سينضم عبر الهاتف معنا السيد أحمد موسى المتحدث باسم وزارة الكهرباء. أهلا بك سيد أحمد، نشكر انضمامك إلى أهل المدينة. يعني هذه التلميحات أو هذه الأخبار ما مدى صحتها دقتها؟ ماذا يجب أن نهيئ؟ يعني نرجع للمهفة مرة أخرى هذا الصيف؟ مرحبا بجناب ستاجع الحياة الله استاذ رفعت، حياك الله استاذ قناه الشرقيه. نعم حياك الله. انا اتمنى ستي لاهميه هذا الملف لحيويته لاتصاله بحياه الناس، اتمنى بس تعطوني الفرصه المناسبه حتى اوضح يعني مشاكله وتحدياته باللي الي واللي باللي علي. تمام ان شاء الله. متفضله ستاجع. شكرا استاذ رفعت. حياك الله. يعني ابتداء ستي ما ذكرتي جنابك واستاذ رافت، احنا كرتلة ما عندنا محطات توقف بسبب العوارض الفنيه لايام، عندنا محطات توقف بسبب شح الغاز، هذا واحد. المراكز الامتحانيه، جميع المراكز الامتحانيه في عموم محافظات العراق هنالك غرفه عمليات مع وزاره التربيه ومع الساده المحافظين لاستثناء جميع المراكز الامتحانيه. جميع المراكز الامتحانيه مستثنات من القطع المبرمج. نعم. وتجهيزها بالكهرباء كامل، اذا اكو بعض المدارس ما بها كهرباء ما بها شبكه داخل المدرسه هذه مو مشكله الكهرباء، غرفه عمليات دائمه الانعقاد مع وزاره التربيه والساده المحافظين لادامه تجهيز كافه المراكز الامتحانيه لنجاح العمليه التربويه الامتحانيه، وهذا من قبل الامتحانات كان ستأذن. نعم تمام. موضوع ست التحديات الكبيرة بملف الكهرباء، لحد ما قبل أيام والجميع يشهد وجنابكم تشهدون أنه كان التجهيز أكثر من جيد في عموم محافظات العراق، وهذا واجبنا وهذا واجبنا مو فضل من عندنا ولا من نفسي، هذا ست أزل يعني يكون بلحاظ أن يراعى. موضوع تراجع التجهيز وتحديد ساعات التجهيز، لازلت أقول وبملء الفم انه يفترض بضوء ما عملنا به صيفنا هذا سيكون افضل من الصيف الماضي. نعم. انت تقولي لي بناء على اي معطيات؟ بناء على اي شنو؟ بناء على الخطه السريعه. نعم. والانيه الذي عملنا بها واللي ضطينا بها رقم. طيب. سنصل الى 24000 ميجا واط ان استقرت اطلاقات الغاز. هذا كلام حضرتك انه ذكر في شهر نيسان الماضي انه انتاج الكهرباء في العراق راح يقفز الى 24000 ميجا واط في شهر مايو. اليوم هذه ال 24000 ميجا واط انه موجوده، المواطن العراقي انه توصل له ساعات التجهيز بشكل متساوي حسب تصريح السيد الوزير. بس خليني اكمل حضرتك حتى انه تجاوبني براحتك بدون ما اقاطعك. حسب تصريح السيد الوزير انه قال صيف 23 راح يكون الاكثر تجهيزا واكثر واعدل توزيعا، يعني اليوم توزيع عادل بالمحافظات وهذه ال 24000 ميجا واط موجوده في كل المحافظات العراقيه. استاذ رافت ستأذن، يعني بحكم الزماله بس امون عليكم تفسحوا لي المجال. لا تفضل خذ راحتك. وحتى هم نوصلها للجمهور.
انا لازلت اقول انه صيفنا هذا بضوء ما عملنا به من خطه يفترض وسيكون افضل من الصيف الماضي. ليش؟ لان انطينا وضعنا خطه سنصل بها الى معدل انتاج حمل سيصل معدل استقرار حمل سيصل الى 24000 ميجا وات، مما يعني زياده 3500 ميجا وات عن العام الماضي. ومو بس بالانتاج اشتغلنا، استاذ رافت، اشتغلنا على توسعه شبكات النقل وضيافه محطات محولات القدره ونصب المحطات الثابته والمتنقله، واشتغلنا على قطاع التوزيع. جيد. ليش الناس شهدت تراجع بساعات التجهيز هاي اليومين الماضيه؟ انا انتدب وسطيتكم وانتدب الامانه الصحفيه اللي عندكم ومن خلال منصه قناه الشرقيه. تمام. استاذ رافت ستأذن، اول البارحه وانت بنت الجنوب، اول البارحه طفى الغاز حتى تعرفين شنو جاي يصير عندنا وليش رجع التجهيز. تمام. اول البارحه عن المحافظات الجنوبيه انقطع الغاز تماما عن المنطقه الجنوبيه، يا غاز الغاز المورد انقطع 10 مليون متر مكعب من الغاز عن المنطقه الجنوبيه. شنو صار؟ نعم. تاثرت محطه الرميله الاستثماريه. نعم. ومحطه الرميله الغازيه. نعم. وتاثرت محطه شط البصره، وتاثرت محطه الهارفه، وتاثرت طيب. محطه النجف الغازية. سبب توقف الغاز انت جايك استاذ رافت الله يخليك. نعم. لعل انت متنفس انت وستاذن. نعم. طفى الغاز عن المنطقة الجنوبية 10 مليون متر مكعب طفى، وحددت لي ذن المحطات الذكارتين. تمام؟ تمام. باليوم الثاني صبحنا لقينا الغاز الإيراني نزل من 25 مليون لل 15، يعني خسرنا 10 مليون متر مكعب من المنطقة الوسطى وبغداد. شنو سوى؟ طفى محطة المنصورية، طفى محطة الصدر الغازية، حدد محطة بسماية، حدد محطة الحلة الغازية، حدد محطة الخيرات، وحدد محطة الحلة الحرارية. تمام؟ نعم. اليوم العصر قبل ساعة من الآن الخطوط الإيرانية اللي هي ميرساد ديالة، إعمارة كرخة، بصرة خرم شهر تدفع لي 1100 ميجا وات طاقة، الخطوط ثلاثتهم طفن من الجانب الإيراني. طيب السبب أرجع وأسألك عن السبب، سبب إيقاف الجانب الإيراني بإعطاء الغاز لهذه المحطات. خلي اقول لك شنو اللي صار. شنو نعم. اللي صار؟ طلع لي من الخدمه قريب 6000 ميجا وات. 6000 ميجا وات راحت من الخدمه، يعني شنو؟ انا لحد اول البارحه مشغل 22 ونص وعندي ستاند باي 1000 ونص حتوصل لل 24. من طلع مني الغاز ومن طفت عند الخطوط 5880 ميجا وات خسرت من المنظومه. برايك استاذ رافت ستأجل 6000 ميجا وات تطلع من المنظومه، شو تسوي بساعات التجهيز؟ طبعا راح تقل ساعات التجهيز، بس انه انا اريد السبب ومن سيعوض هذه الخساره. اكيد انه هذه القطع. عايزك استاذ رافت السبب. استاذ رافت احنا ما زلنا بحاجه للغاز المورد الايراني. ليش؟ جزء من محطاتنا يعمل على الغاز الوطني، جزء يعمل على الوقود، و 7500 ميجا وات نعمل على الغاز الايراني. ليش الايرانيين قصوا الغاز؟ طبعا هم دزونا برقيه لاسباب صيانه، لاسباب الصيانه، تعرف استاذ؟ بس احنا نعرف السبب الحقيقي ليش نقص الغاز. استاذ رافت ستأذن، انا اخشى واقولها بصراحه، انا اخشى ان يستغل ملف الكهرباء للوي ذراع الجهد الحكومي، هذا الجهد الحكومي اللي استحسنته الناس. ليش نقص الغاز؟ لان الجانب الايراني يقول لك اريد الفلوس. انا اطلبكم فلوس مستحقات الغاز الايراني، حطوني المستحقات. استاذ رافت هذه القضيه نقول حقهم، احنا ما نقدر ان نقول لا انه خلي يعطونا واحنا نبقى مطلوبين. اكيد انه الناس ما تنتظر. لا استاذ احمد، يعني اكو فت قضيه، المواطن ما له علاقه بكل هذه التفاصيل، هذه قضايا حكوميه تحل بينكم وبين الجهات الاخرى. زين هذا من الممكن ان تكرر مع هذا الصيف، يعني انا شفتك متفائل واحنا فرحنا وياك وتفائلنا معك، هذه القصة التي حدثت خلال يومين من الممكن أن تعاد. هاي شلون راح نحلها هسه؟ أنا مو في مقام التبرير، كل احنا فريق حكومة وجهد واحد، والسيد رئيس الوزراء قال استخدموا الجهد الحكومي كله، خلية واحدة لخدمة مواطن. زين. وعذر المواطن اللي قاعد بالبيت اللي ينحمس من الحر ما له دخل باللي أحكي به، صحيح. صح. تتعدل أستاذ رافت. هسه مو قلت لك الجانب الإيراني يريد فلوسه؟ نعم. أنا ككهرباء ما مطلوب من خلال قناة الشرقية، ما مطلوبين ولا دينار واحد للجانب الإيراني، كل المستحقات. طيب شلون يتبلون على الحكومة العراقية؟ لا تسمع، هسه جايك بالكلام. نعم. كل المستحقات وزارة الكهرباء دافعتها،
وزارة الكهرباء وين تدفع مستحقات الغاز؟ تدفعها بالتي بي اي. اكو صندوق اعتماد بالتي بي اي، تجي الفواتير تجي الانفويزات تدفعها وزارة الكهرباء بالتي بي اي. نعم. انا صوتي التي بي اي ما وصل الفلوس للايرانيين، ومن انقطع الغاز انا وقعت بيها مو ابو التي بي اي. طيب هاي يعني هاي شلون يعني هاي لازم يكون هناك حل تفاهم يعني ستي الله يخليك. هو انا حير بالحل، انا فلوس دافعها مو لازم ابو التي بي اي يلقى حل. سيد احمد انتم كجهه حكوميه المفروض تكون اكو رقابه او اكو مثلا سلطه على التي بي اي انه تقولوا لهم انه انتم سبب هذه المشكله، فالخساره الخساره اللي يتحملها المواطن انتم لازم تعوضوها. هذه المسؤوليه يتحملها التي بي اي، وبالتالي انه 17 تريليون دينار هي موازنه مخصصه لوزاره الكهرباء في عام 2023، وهذا النقص وهذا الهدر من اللي راح يعوض العراقي؟ من اللي راح يعوض المواطن؟ من اللي راح يعوض اصحاب المحال التجاريه اللي بسبب انقطاع التيار الكهربائي تخسر بضائع كثيره جدا؟ المفروض انه احنا ما نبقى متهاونين والله بالتي بي اي هو سبب هذه الخساره، انه انا لازم ابقى صافن، لازم انه اجيب جهات اخرى هي تحل بالموضوع. لا، انا كاتصال مباشر مع التي بي اي، وانا كجهه حكوميه هي المستفيدة الأول من هذا الموضوع أو هذا التعاون، المفروض أنه أنا أحاسب التي بي آي وأحاسب الجهات الأخرى بسبب انقطاع هذا الغاز واللي خسرنا أكثر من 6500 ميجا وات. وبالتالي أرجع وأقول اللي ذكروه الشهر الماضي أنه تجهيز العراق راح يكون بشهر الخامس 24000 ميجا وات، وهسه بهاي اليومين الماضية أنه طارت من عندها 6500. يعني شو راح يكون التجهيز ما اعرف والله. يعني احنا جاي يصير عندنا مشاكل، احيانا هناك مشاكل تكون من جانبنا احنا، فهسه الحكومه حاولت تعالج، صارت هناك مشاكل من جانب اخر. بالتحصيل الحاصل انه احنا راح يكون ما عندنا كهرباء، يعني هذا باختصار. صح. لو احنا حالين موضوع الكهرباء، وهذا ما احكي بس على هاي الحكومه، هي حكومات متعاقبه، هي تراكمات سنين طويله. لو احنا الكهرباء مالتنا، احنا شو، احنا اهل النفط، احنا اهل الغاز، بدل ما نهدر غازنا كان احنا نستفاد من غازنا واحنا نولد الطاقه مالتنا الكهربائيه، لا من نيه احد ولا دله احد. هذا باختصار الملف اللي يعني حارق قلبنا فعلا. خلينا نروح الى موضوع اخر. حقيقه يعني المقطع اللي شفناه كان جدا مؤلم. هو مو اول مره يصير، يعني دائما يكرر واكثر من مره حتى يعني معروض في الاعلام وفي اهل المدينه. يعني دائما احنا نقول ونحكي عن موضوع العمال، ان يجب ان يكون هم يعني كل واحد يشتغل في مهنته وفي شغلته، لكن كل شغله لها لبسها الخاص، لها شروطها الخاصه. من ضمنها العمال الذين يعملون في الصرف الصحي، المجاري الرئيسيه، هذول احنا دائما نقول لازم يكون لهم ملابس خاصه، ما بيها مجال، لان هو يتعامل مع غاز سام، هو يدخل ممكن بعد ما يطلع من هذه الاماكن. وياما احنا عندنا الحد العام، تتذكرين ممكن في صلاح الدين، يدخل واحد يدخل الثاني وراء خطيه يريد ينقذه، يروح الثالث، وصارت في ذي قار، وصارت في الديوانيه، وصارت في مختلف المحافظات العراقيه. اليوم هناك حادثين منفصلين، واحد في كركوك وواحد في البصره. اللي بالبصره راح واحد خطيه وطلعوا جثته، وحاليا يمكن راح تشوفون انتم المقاطع المؤلمه، يعني حتى اللي داخلين ينقذون الجثه او يطلعون الجثه او ينقذون او يبحثون عن جماعتهم، هم ما مرتدين، هم هم من الممكن ان هم في عداد الموتى. لان هذا الموضوع من يتحمله؟ يعني احنا ما صار ترى شهر، ها بعدنا احنا بشهر الخامس، 1/5 عيد العمال كان. احنا من المفروض انه هاي وحده من النقاط الاساسيه اللي الواحد يحكي بيها. كثير من الناس هم يعملون في اماكن خطره، حتى جماعه الكهرباء على ذكر الكهرباء، ياما نتلوا، لانهم ابسط شيء تشوفوهم ما عندهم. يعني حرام اللي قاعد يصير هذا، معقول احنا هذه المستلزمات اللي هي لشروط السلامه لحمايه حياتهم، اللي من تروح حياتهم يكونون هم اجراء يوميين ويبقون اهله ايتام وميتين جوع، معقوله هذه الامور تكلف الدوله كثيرا واحنا جاي نفقد ارواح؟ يعني هل احنا من نريد نقارنها؟ هل انه هذه تساوي الارواح اللي جاي احنا نخسرها؟ هذا الموضوع يعني لازم يكون له حل، لان اشياء تافهه سطحيه بدائيه ما المفروض ان نحكي بها. يعني احنا دائما ما نتحدث بشكل عام عن الطبقه الكادحه، عن الطبقه الفقيره اللي هم الطبقه العامله، واللي أزل ذكرت أنه قبل قليل إحنا بعدنا بشهر الخامس، يعني 1/5 كان عطلة رسمية في العراق للاحتفال بعيد العمال، لكن للأسف أنه هو العامل ما يعرف أنه أكو عيد، ولا يعرف أنه أي تفصيلة عن هذا العيد، كون أنه حياة العامل في العراق مأساوية وبشكل كبير جدا. هذه الحالة تكررت، ما أريد أقول عشرات المرات، لا والله أكثر، مئات المرات أنه تكررت
في العراق، لكن للأسف الجهات المعنية اللي هي ما حاسبة حساب للعامل ولا مفعلة قانون الضمان الاجتماعي للطبقة الكادحة في العراق، فلهذا أنه وصلنا لهذه المواصيل المأساوية اللي بالتالي خلتنا نخسر أرواح كثيرة بسبب إهمال هذه الجهات وهذه الدوائر المعنية اللي ممكن راح أتحدث عنها، من ضمنهم دائرة الماء والمجاري في المحافظات العراقية، حتى أبطال الدفاع المدني أنه ممكن يحتاجون لبعض المستلزمات والتجهيزات من أجل أداء مهامهم بشكل جيد، لكن أيضا ينقصهم الكثير. في كل مكان هناك معاناة كبيرة جدا، لكن للأسف لحد هذه اللحظة ماكو حلول من قبل الجهات المعنية، وحتى وأن أشدنا وضمينا أصواتنا لأصوات نقابة العمال من أجل المطالبة بحقوق العمال اللي انسلبت حياتهم، مو فقط حقوقهم، ماكو أي أحد راح يستمع ولا أكو واحد راح يستجيب لما نشاهده وما تم عرضه في برنامج أهل المدينة. طيب حتى نعرف تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع، إلى يعني إلى متى سنبقى فقط نودع إحنا هذه الأرواح التي اللي يعني مضطرة أن تعمل في مثل هكذا أماكن خطرة دون اهتمام؟ ينضم معنا سيد وليد نعمة، رئيس اتحاد نقابات العمال في بغداد. أهلا بك سيد وليد، نشكر انضمامك إلى أهل المدينة. حقيقة يعني إحنا نقول البقاء في حياة الجميع، لأنه أكيد هذا الشخص هو من ضمن النقابة، والمفروض النقابة تكون أيضا هي لها صوت في هذا الموضوع. ما مرت أيام على عيد العمال وكان المفروض، أنا أعتقد كان سابقا كان هناك صوت وصدى لنقابة العمال. العمال اللي قاعد يعملون في ظل هذه الفوضى، في ظل هذا اللامبالاة وعدم الاهتمام من الجهات المعنية، إلى متى سينتهي هذا الوضع ولا نشهد مثل هكذا حوادث العالم ودعتها من زمان إلا فيما ندر؟ ست، في البداية أشكركم جدا على تعطينا الفرصة للتحدث لإدلاء برأينا، وهذا يعني يفسر اهتمامكم بالطبقة الكادحة والذي سوف ينعكس إيجابيا على القطاع الخاص والقطاع العام بشكل عام. ولكن عندي تصحيح أنه رئيس الاتحاد العراقي لنقابات العمال. أهلا بك، يا مرحبا، حياك الله. حياك الله سيد وليد. حياك الله، محيك. جوابا على سؤالك، استبشرنا خيرا بنجاح الطبقة العاملة والشركاء الاجتماعيين الثلاثة اللي هم النقابات العمالية ووزارة العمل واتحاد الصناعات بإصدار بالنجاح لإصدار قانون التنظيم النقابي، وطبعا لجنة عمل برلمانية سبقت الجهود اللي ادعت انه هي السبب الأول في هذا الموضوع، لكن هذا القانون شرع من أيام محمد الشاعر، أيام دولة العفو السيد رئيس الوزراء عندما كان وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية، شرعنا هذا القانون، وإن شاء الله في الأيام المقبلة راح يطبق هذا القانون، راح تكون انعكاسات إيجابية على القطاع الخاص، والقطاع الخاص بالذات ينقل 6 مليون عامل لشمولهم بهذا القانون. التأمين على الصحة، التأمين الصحي ومسببات السلامة الصناعية ضروري جدا ان يعني ضروري جدا تطبق في قانون العمل، وطبعا ان شاء الله في قانون العمل طيب جدا تطبق في حياه العمال. سيد وليد، انتم اليوم كنقابه عمال العراق اليوم انتم تطالبون الجهات المعنيه اللي مثلا متمثله بهذه الدوائر اللي اليوم حدثت بها هذه الحوادث اللي هي دائره الماء والمجاري، بتسليم العاملين في هذا القطاع تجهيزات ومستلزمات الوقايه، لو ما لكم دخل بهذه القضية؟ هذه الدوائر لا تعين العامل أي أهمية، لابد أن يكون الدورات تأتي لمسببات السلامة الصناعية. عدم الاهتمام بهذا الجانب يعني يكابر يكبدنا خسائر جسيمة، والمشكلة ليس يعني بالأموال فقط لكن بالأرواح، وهذه الأرواح هي عزيزة علينا. يعني العامل العراقي منتهك الحقوق وده يعاني من وضع بائس، وكل هذا سبب الإهمال الحكومي. نطالب الحكومات أن توفر مسببات السلامة الصناعية ودورات لتثقيف العمال على ذلك، ولكن يوعدوننا مواعيد عرقوب، لا نتيجة من ذلك. نأمل في القادم، في المستقبل القادم، أن يكون اهتمام كبير بهذه الشريحة وسماع رأي النقابات المستقلة حتى تكون نتائج إيجابية على حياة العامل وعلى اقتصاد العراق. جيد. بس سيد وليد، اليوم مثلا خلينا نتحدث عن هذه الحادثة اللي كانت في البصرة والشخص فقد حياته، اليوم الجهات المعنية راح تقوم بواجبها وتعوض ذويه لو هذا الشخص خلص فقد حياته، هو أجير يومي، خلص الله يرحمه. وحتى إذا عوره إيش راح يعوض؟ يعني إيش راح يرجع بعد إنسان فقد حياته؟ إيش راح يعيد المال؟ لا، مو إحنا نتكلم عن قانون الضمان الاجتماعي أو قانون الضمان الصحي، يعني هذا المفروض تفعل في العراق وخاصة للطبقة الكادحة الفقيرة.
حتى عندنا حاله في بابل نفس الموقف، انه عساكر الكهربائيه يعني هي المتهالكه انطبعت مصدق على عامل على راسه ولاقى مصيره، لاقى حتفه. عندما قمنا دعوه بالمحكمه العمل يعني التعويض كان 8 مليون دينار، يعني لابد ان يعوضونه. نعم. يعني ان شاء الله اوضوهم راح ياخذ تعويض العامل، ولكن احنا نريد نكون مثلا تامين صحي، تامين على الحياه. مهم جدا يعني اليوم حضراتكم كرئيس اتحاد نقابات العمال في العراق. يعني سيد وليد انت لحد الان تطالبون ما صار، هي فوق ال 18 سنه يعني المطالبه، واحد قاعد يعني من مكانه ويطالب، لو ما احنا اليوم حكينا وياك يعني ما سمعنا كلمه مطالبه. نقابه العمال مغيبه، الناس تطلع تظاهرات ترى وتطلع ثورات وتطلع انتفاضات وما محصله هي يعني الشيء اللي تريده. يعني المطالبه شلون؟ انا ايد كلامك الفوضى اذا تسمحي لي، انا ايد كلامك انه مو مغيبه نقابه العمال، نقابه العمال ترفع اصواتها عاليه لكن لا من مجيب. الفوضى السياسيه اللي الفوضى السياسيه في البلد القت بظلالها على العمل النقابي. أنا أتذكر يعني بيت شعر للشاعر السوري عمر أبو ريشة يقول: لا يلام الذئب في عدوانه أن يكن الراعي عدو الغنم. أعداء العمال هم الحكومة، صاحب القرار هو أعداء العمال. نطالب، لكن مع الأسف يعني اضطرينا أن ندخل منظمة العمل الدولية نصيب للعمال. استمعت أنه ودارقين دوراته، يعني قانون التنظيم النقابي لم يصل لو لم تدخل منظمة العمل الدولية. نحتاج توافر جهود سيد وليد. طيب احنا نشكرك سيد وليد. نعمة نحتاج رص الصفوف. تمام، هذا هو هذا المهم. يعني احنا نعتذر لانه لكثره المواضيع، نحتاج فعلا توحيد الكلمه، يعني توحيد المطالب على الاقل وعلاء الصوت. احيانا احنا من نكون يعني كل واحد من منبره ويحكي بطريقه يعني هادئه، تعرفون الحكومه احنا واحد قاعد الناس تصيح وما جاي يوصل الصوت. نحتاج فعلا الى تضافر جهود لايصال، ترى هذول يعني ناس هم جاي يموت، يعني هو جاي يفقد حياته وعائلته تفقد مصدر رزقها، يعني هم فاقدت لها شخص وهم مصدر الرزق الوحيد، ترى ياما ايتام يعني ينتهون تنتهي حياتهم. الله يساعد قلبهم، الله يساعد قلب زوجته اطفاله اللي دي يشوفون هذه الحاله الماساويه اللي من ساعات الفجر الاولى انه والدهم او ابنهم طلع حتى يجيب 10,000 يجيب 20,000 ولقمه العيش لهذه العائله المحرومه والمسلوبه حقوقها، كون انه هي عايشه في احدى المحافظات العراقيه. الظهر يجيبوا لهم الجثه ويسلموا لهم اياها ويقولوا خلاص البقاء في حياتكم وخاتمة الأحزان. لا والله مو خاتمة الأحزان، بدت الأحزان لهذه العوائل الفقيرة من الطبقة الكادحة بسبب ما تعرضوا له من تهميش وإهمال ودمار لهذه الطبقة الكادحة. نتمنى الأيام القادمة الحكومة العراقية تكون على قدر كبير من تحمل المسؤولية تجاه شعبها وتجاه أبناء شعبها وخاصة الطبقة الفقيرة واللي هي الطبقة الكادحة طبقة العمال. نروح لموضوع مهم جدا وأيضا ذكرناه في بداية الحلقة، أنه خروج أكثر من محطة في بابل وخاصة في قضاء القاسم والشوملي والطليعة بسبب شح المياه وأيضا بعض المشاريع الخدمية اللي موجودة في بابل ما تجيها كهرباء، وبالتالي أنه سبب تلكؤ كبير وإهمال كبير خلف معاناة كبيرة لكل الأهالي اللي موجودين في بابل بشكل عام، وبالتحديد هذه المناطق اللي ذكرناها اللي هي قضاء القاسم والطليعة والشوملي وغيرها من المناطق القريبة. احنا حتى نسولف بتفاصيل هذه القضايا المهمة اللي أثقلت كاهل المواطن العراقي الفقير واللي زادت من معاناته. ينضم لنا مراسلنا من بابل سرمد بليبل. حياك الله سرمد. مرحبا رافت. أزل رافت صوتك ما واصلني. صوتي ما اغير مكاني لو انت تغير مكانك الا في حاله. تمام حبيبي زلمه. نعم اجل مشاهدينا الكرام، للاسف اليوم بابل تعاني من موضوع شح المياه. كنا سابقا نشتغل مواضيع ونسلط الضوء على موضوع تقليل المساحات اللي صارت بموضوع الزراعه وتقليل هذه الاراضي اللي بسبب شح المياه. اليوم اليوم هنالك مشكله كبيره في الاحياء السكنيه داخل مدينه الحلا وحتى في النواحي والاقضيه في محافظه بابل. هنالك كثير من المشاريع توقفت بحسب الاتصال اللي اجريناه مع مديريه ماء بابل. هذه المشاكل رافت للاسف الشديد تعاني منها محافظه بابل من بسبب انه شح المياه، وسبب اخر ايضا هو بسبب انقطاع التيار الكهربائي في محافظه بابل وتوقف هذه المشاريع عن العمل. هنالك خطوات، طبعا هذه الخطوات اللي تعمل بها الان حاليا مديريه ماء المحافظه هي خطوات بسيطه لتغيير
طيب سرمد توقف لي عند المحطات اللي خرجت عن الخدمه بسبب شح المياه، وممكن انه بعض حسب ما ذكروا انه انقطاع التيار الكهربائي عليها. هذه المحطات هل هناك اطلاقات مائيه للنهر القريب منها او النهر اللي تستخدم عند هذه المياه من اجل ايصالها الى المناطق السكنيه؟ لو لحد هذه اللحظه ماكو اي استجابه سريعه من قبل الدوائر المعنيه. رافد، هنالك يعني مشكله اصلا المي بالانهر في هذه الاقضيه والنواحي اصلا ماكو مي خام، لذلك صار اللجوء الى انه ياخذون مي من مشاريع اخرى في مركز المحافظه في مدينه الحله ويتجهون الى الاقضيه والنواحي. اكو مشاكل كثيره، من هذه المشاكل هو موضوع انه ترشيد استهلاك المياه بسبب انه هذه اليوم ازمه وطن، مو بس ازمه مدينه الحله ولا محافظه بابل، هذه ازمه كل القرى والمدن في العراق، لازم يصير هنالك ترشيد لاستهلاك المياه. طيب شلون راح يكون هذا الاعلان سرمد؟ يعني ترشيد المياه، تعرف هناك الكثير من الدول عملت منذ سنوات على اعلانات قويه، سواء في القنوات الاعلاميه، سواء في الشوارع، تشوف انه هناك في المدارس مثلا، انتم شلون صار عندكم هذا الاعلان؟ يعني على مواقع التواصل الاجتماعي مثلا لو شلون؟ هذا للاسف الشديد انا يعني كنت نفس الحديث اللي تحدثت به اليوم مع مديريه ماء بابل، وتحدثت عن هالموضوع انه لازم هنالك تكون حملات اعلانيه كبيره في الشوارع، في منصات مواقع التواصل الاجتماعي، في المؤسسات الاعلاميه، في الدوائر الحكوميه اللي فيها كثير من الموظفين فيها اكثر. نعم، من المؤثرين مثلا. كل الدوائر ايضا المؤثرين هذه تحول الى انه الخطوات شلون تكون، واكيد ازلك هنالك. طيب سرمد، احنا في حال انه اليوم طلبنا من المواطن ترشيد المياه، طيب اذا هو المواطن ما عنده المياه الكافيه، يقول لك انه انا كل يومين ثلاثه لو يجيني المي لو ما يجيني، واذا اجاني خابط، لو مثلا اجاني بماده نفطيه، واللي شاهدناه والفيديوهات اللي عرضناها في اهل المدينه، اليوم المواطن شلون يقدر يحل موضوع ترشيد المياه؟ رافد، هنالك يعني هنالك عده تفاصيل بحسب خبراء وناس مختصين بهذا المجال. انه اكو فوارق في بعض المناطق، في بعض المناطق فيها يعني باستخدام فيها تجاوزات على المياه، مثل بحيرات الاسماك وهذه التفاصيل. ومديريه الموارد المائيه في بابل اعلنت انه هنالك ردم لهذه البحيرات حسب توجيه من حكومه بغداد، انه هذه البحيرات تعاد مياهها الى نهر الحله والى نهر الفرات. هذه يحتاج منظومه كبيره، منظومه يعني ايضا لازم هنالك خطوات علميه بهذا الجانب. انا اليوم مو فقط ترشيد استهلاك المياه، اكو مزارع، اكو اماكن لازم تكون فيها هنالك طرق علميه حديثه في السقي. احنا حاليا كل عمليات السقي هي عمليات يعني بدائيه وكلاسيكيه قديمه، صح. والعراق هي مو حكي، صحيح سامي، بالضبط هي مو حكي، هي مو حكي، احنا قاعد نحكي يعني موضوع والله يلا تم ترشيد المياه أو ترى يعني هذا الموضوع يحتاج ثقافة فعلا نقاط، لكن بالبداية المفروض الحكومات المحلية والمركزية تقوم بعدة خطوات حتى تأهل لهذا الموضوع من ضمنها السقي. احنا نشكرك مراسلنا سرمد بليبل على هذه الإيضاحات، والمفروض يكون هناك تعاون كبير يعني حتى إدخال بالمدارس، طريقة الترشيد شلون تكون، الجهات الحكومية تفكر ب طرق جديدة من ضمنها موضوع السقي. كانت عندنا إعلانات قبل 2003، تلفزيون الشباب، تلفزيون العراق والفضائية، طبعا شيء مهم، كانت إعلانات مهمة جدا يعني. وإحنا كنا ملتزمين بها وفعلا أنه نحافظ على المياه، لكن للأسف هسه اليوم هذه الثقافة انفقدت في مجتمعنا. يعني إذا راح نبقى نعلن، حتى مثلا وزارة الموارد المائية تسوي حملة كبيرة جدا لإعلان، وهذه الإعلانات يتم عرضها على الشبكة الرسمية للحكومة العراقية وأيضا بعض القنوات والسوشيال ميديا، برأيكم اليوم المواطن راح أنه يتأثر بيها وراح ينفذ ما يقولوا؟ أكيد لا، لأنه إحنا مدى نشوف أنه الجهات العليا في الحكومة العراقية أنه هي حريصة على مياه العراق. أرجع أذكركم بتصريح وأنا دائما أذكره، أحد رؤساء الدول العربية قال أنه أنا مستعد أدخل حرب على لتر مي، تمام؟ احنا من 2007 لحد هذه اللحظه مياهنا ماكو مسلوبه، والحد الان انه احنا قاعدين ننتظر تغيير بالسياسه الخارجيه والسياسه الاقليميه من اجل ترسيم الحدود المائيه في دول اخرى، واحنا محرومين من هذه المياه اللي انقطعت علينا بسبب دول المنبع. نتمنى
من الجهات الحكومية المتمثلة بوزارة الخارجية العراقية وأيضا وزارة الموارد المائية والحكومة العراقية المتمثلة برئاسة الوزراء العراقي بتشكيل لجان كبيرة ومهمة وخبيرة بموضوع المياه وأرسالها لدول المنبع حتى تحل هذه القضية بالسريع العاجل. إذا كنا محتاجين لبناء سدود إضافية من أجل خزن الكميات اللي يطلقوها أن عادي جيبوا شركات استثمروا وخلوها تبني هذه السدود، أما إذا كانت الحلول أخرى فياريت أن تقومون بها حتى ننقذ الأهالي من هذا الضياع وخاصة في فصل الصيف. طيب خلينا نروح إلى موضوع آخر، نروح إلى البصرة شوية، خلي يعني نكسر الموضوع مو كل سلبي. في البصرة هناك حملة إعمار كبيرة، أنا أشعر من بعد خليجي بدأت هناك تشجيع كبير على أنه هناك يجب أن يكون هناك تغيير، يجب أن يكون هناك إعمار. والبصرة حقيقة يعني كانت عطشانة لمثل هكذا خطوات، ومفروض من زمان يعني تعرفون يعني محافظة مثل بثقل البصرة المفروض، أنا يعني مو دفاعا عنها وإنما هذه هي الحقيقة، وإن شاء الله يشمل الإعمار كل المفاصل وكل المحافظات الأخرى، ونشهد فعلا ثورة كبيرة في الخدمات والإعمار بما يليق باسم العراق. نروح إلى البصرة ونروح إلى مراسلنا عمار السعاد، هناك انطلاق حملة خدمية كبرى لتأهيل وإعمار مداخل المدينة، احنا راح نشوف هناك لقطات فعلا تثلج القلب، نشعر أنه هناك حركة إعمارية أو عمرانية لتغيير واقع البصرة وشكل البصرة. لسنوات طويلة كانت البصرة يعني ما أقولكم الحواسم على التجاوز على الوضع كله بشكل كامل، رغم هذا هي تحتاج إلى المزيد، ليست صغيرة ولأنها عانت معاناة خاصة على امتداد الحرب العراقية الإيرانية وما بعدها، هي من أكثر المحافظات التي تضررت بالحرب وبقت تحمل هذه الآثار. وارجع أقول هي مو دفاعا، لكن أتمنى أن كل المحافظات تحذو حذو محافظة البصرة في هذا المجال، في مجال الإعمار. نذهب إلى عمار، أهلا بك عمار. حياك الله عمار. نعتذر صار لك هواي تنتظر. مرحبا أزل، مرحبا رأفت. إيه والله انتظرت هواي، واليوم على عيننا حارة وشرجي أنا يوم الشط فنقعت. عمار عمار الضاحي يقول اليوم الهواء عذيبة بالبصرة، أكو هيك شي لو ماكو هاي ذاك اليوم هو عمر اليوم ش اليوم شرج قابل هو مو يوم هواء عذيب يوم شرجي. الله يساعدكم الله يكون معكم. والله اشتاقنا له رغم هذا ترى مفيد يوم شرجي بس مفيد الرطوبة العالية أيضا مفيدة، خلي شوية يعني ما أي والله مفيدة صحيا الرطوبة العالية تتمشى بها الجسم كله يعرق، تطلع كثير من السموم، نوع من الرياضة صح، وتروح للبيت على دوش بارد فيصير فشي يعني الحمد لله. يلا شوي نرفع المعنويات تجربة شرجي أزل أكيد عمر الله أكيد أكيد هو أجيب أكيد. عمر وجهك إن شاء الله نسير عليك. طيب نحكي إيه لأن هو ورطنا اليوم صح. طيب نحكي عن يعني ما من حملة كبرى لإعمار مداخل المدينة التي تضرت طويلا هذا الإعمار أو هذه الخطوة. أزل الإعمار هو واجب على الحكومة اللي موجودة حاليا، يعني صح المواطن حقه يفرح واليوم احنا مستعرضين في قناة الشرقية لكن مستعرضين هذا الواجب صح. يعني هي ليست فشي تفخر به المسؤول وإنما هذا واجبه والمواطن له أيضا عليه واجب، فاليوم هذا واجب الحكومة. البصرة على قولتش انتظرت هواي ودمرت، فبالتالي أي مشروع يصير بها هو فرحة. المركز المدينة أزل راح يلاحظ المواطن قطوعات كثيرة بالشوارع وهذا ناجم عن حملة إعمار في مناطق مختلفة من مدينة البصرة. الحلو بهذا الإعمار هو إعمار كامل، ماي، مجاري، تبليط، شوارع، إنارة، كهرباء، إنترنت، كلها يعني الإعمار من يدخل إلى المنطقة على سبيل المثال خلي أقول إحنا منطقتنا دور الضباط بلشوا بمجاري عملاقة، بلشوا بمياه جديدة، بلشوا بإنترنت حفر جديد، بلشوا بكهرباء جديدة، بلشوا بأرصفة، هذا أدى أيضا إلى ارتفاع أسعار الأراضي في مراكز المدينة وخارج مركز المدينة لأن مناطق جديدة صارت. الشيء المفرح واللقطات اللي جاي يشوفونها هي من مداخل مدينة البصرة. البصرة لها ثلاث مداخل، المدخل الأول من شارع المطار، وطبعا هذا شارع المطار راح يتحول إلى حديقة وسايد كبير وراح يتحول أيضا إلى ملاعب وراح يتحول إلى متنزه عام، هذا شيء جديد علينا. المدخل الثاني هو مدخل شمال البصرة. نعم. هذه الحملة العمرانية شملت كل مناطق البصرة لو بدأوا في منطقة وبعدها أنه بعد ما تكمل أنه يحولون على منطقة أخرى؟
منطقة منطقة رأفت منطقة يخلصون من عندها يفتحون في منطقة أخرى يفتحون في منطقة ثالثة. وأيضا هناك مشاريع استراتيجية مثلا تنشيف الأنهر الفرعية اللي أنهر المجاري، ومكان ما أكو أنهر مجاري وريحة وشكل غير لائق أصبحت أنابيب تحت الأرض أندرغراوند، وبالتالي تتخلص من عندها وتروح إلى محطات رئيسية ترجع إعادة تصفيتها وضخ مرة أخرى كمياه معالجة، سواء معالجة بالأوزون أو ما شكل ذلك. أيضا الأطراف عندنا القرنة عندنا الزبير. طيب ردة فعل المواطن البصري الذي أيضا صبر، عندنا بالقرنة مشروع كبير، عندنا بالزبير. طيب ممتاز، يعني على كافة المحاور خلينا نقول ردة فعل المواطن البصري، وبنفس الوقت المناطق التي تم إعمارها الناس محافظة عليها. تعرف هاي النقطة مهمة، ما حدث قبل كم سنة في القبلة عندما كان هناك إعمار ورا فترة يعني أصحاب المشروع اشتكوا من بعض التخريب. إحنا لازم نشتغل على الوعي، وعي المواطن العراقي البصري الوضع شلونه. خلي بس انوع على فد شيء، انه هذه المشاهد اللي جاي يشوفونها مدخل الشمالي، مدخل المطار، ومدخل ايضا من دوله الكويت. طبعا هذا تم تاهيله وراح تحول الى سايدات عملاقه كبيره راح تدخل بها السيارات وتنتهي موضوع الازدحام، وشالوا موضوع السيطره والازدحام وكرفان مكسر وهنا حاطين قاطع تعبان، لا هذا الموضوع كلها شالت على مود الزائر الى مدينه البصره يشوف شيء حضاري. يعني يشوف فد باب مؤدي الى المدينه بنهج وبسلوك حضاري. اما بالنسبه للمواطن صيانة، هي هذا ما ننتظره ونعول على واجب المواطن. المسؤول سوى واجبه في هذه المنطقة، الواجب الآخر على المواطن اللي هو الحفاظ، والواجب أيضا على الدولة اللي هي إعادة الصيانة أو الصيانة المستمرة والتنظيف المستمر. على سبيل المثال هذا الكورنيش اللي واقفين احنا حاليا به، هذا تم إعماره وتم إنشاء كورنيش جديد، لولا الصيانة المستمرة والتنظيف المستمر من خلال وجود شركة خاصة للتنظيف كان هذا اليوم تحول إلى غير مسمى. لكن هناك تنظيف يومي اللي حز ببالي انا حاليا موجود على الكورنيش، هذا التنظيف كله والمنظفين يشتغلون والمكاين تشتغل والسيارات التنظيف تشتغل، ويجي مواطن شايله تشيس حب هالقده ويلف القاع وسلسه على شوف الارض للاسف الشديد. حرام. او ياكلون على اليمن يا جماعه، ما صحيح. هذه المكب مال الزباله حشاكم، هذه مساله النفايات، انت بتخلص جاي سفره عائليه صح. وقاعد على الكورنيش وقدامك شاط صح، احنا تحتاج تضافر جهود وتحتاج هاي تحتاج عقوبات بس انا اتمنى انه تكون يعني الضمير، احنا الانتماء للوطن هو اللي حركنا، ضميرنا يحركنا. احنا نشكرك عمار السعد، هاي نقطة كلش مهمة ما تخص فقط اهل البصرة، كل المحافظات العراقية، احنا ما عندنا هذا الانتماء للوطن، لا نشعر انه هذه الارض ملكنا جميعا، فبالتالي لازم نحافظ على نظافتها، مثل ما تحافظ على نظافة بيتك. فشوية شوية نحتاج فعلا الى تضافر الجهود، الحكومة تنشر وعي، الإعلام، مواقع التواصل الاجتماعي، الشخصيات المؤثرة كلها إلى حوبة، المدارس، في الجوامع، في الكليات، هذا نحتاج إلى حتى شوي شوي المواطن يبدي يستوعب أنه هذا الوطن وطنك، أنت اللي جاي إذا خسرت الحكومة يعني صرفت عليه، فأول تالي تأخذ من عندك حتى تصرف عليه. إن شاء الله بقية المواضيع نكملها باشر، هذا كل ما كان عندنا اليوم في هذه المدينة، نتمنى دائما نلتقي على الخير والمحبة والسلام على وطن سالم ومعافى ومنتصر في أمان الله. إذن وصلنا لكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم، إلى اللقاء.